تحت عنوان الأونروا بين حلم والواقع عقد اللقاء التشاور الثالث الذي دعت إليه المبادرة الشعبية الفلسطينية ولجان القواطع والأحياء والحراك الشبابي عصر الأحد في قاعة الأسد في مخيم عين الحلوي، حيث توافق الجميع على بدء الحراك المطلبي وأوله وقف احتجاجية أمام مكتب مدير خدمات مخيم عين الحلوي يوم الجمعة القادم عند الساعة 11 صباحا. شو بقول هذا الدكتور اللي شو بقول الآلة معطلة؟ طيب شو يعني شو هاي النتيجة مثلا؟ شو السبب؟ مين اللي بده يتحمل مسؤوليته؟ حتى الشغلات الطبية اللي داخل المستشفى مثلا مثل مكنة التصوير، لو أنا بتروح كل عين الحلوة مرات أصلا بقعد ثلاث أربع ساعات بروح أدور عشان يصور. يعني في كثير مجال إخوان إحنا بدنا نحاول نطرحها ونوجد لها حلول. ولكن يعني زي ما قالوا الاخوان الاروى تعرف بلغه اسمها لغه العقل. نقر مع عقل، يعني انا بفوت بكشف، بفوت بملف، بدي اقول المشاكل عندي 1 2 3 4، الحل عندي 1 2 3 4. المجتمعون على بدء تحرك، بداية اعتصام أمام مكتب خدمات الأنوة، وهذا التحرك سيبدأ تدريجيا حتى يصل إلى مستوى إلى أعلى المستويات. وأكيد هو على مساعدة كل شيء بشكل عام.